احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو المطامير يوم الجمعه ومعاكم قناه المواشي اليوم، وتعالوا نشوفوا اسعار البتلو اللباني الجاموس في سوق ابو المطامير. الله اكبر. صباح الفل يا رجاله، نهاركم ابيض، الله يقويكم ويعينكم ويستحالكم. بسم الله ما شاء الله. الاسعار عاملين النهارده؟ الاسعار حلوه والله زي الفل. بنقول ايه؟ بنقول 15000 والله معدي. والله معدي جدع معاه. والله انا غلطان. بس عيد يا عم سعد صلاه النبي عليك. لا مش جمال معاك الشاب البقر ب 15 يا عم سعد. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. وحيات مرحبا. وحيات بلغتك ده معاك. تجار ولا جنيه؟ لا جنيين يا حاج. الله يبارك لكم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. مال يا جماعه صلاه النبي عليه. ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي ياخذ المال. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. معمول كام يا حاج والله؟ نعمل كام؟ والله احنا بنعمل الصبح 14:30 و15:15 ونعدي فلوس على 16200. طبعا لسه هناك يعني العجل مش في ناس بتوكل سلاج وبتوكل الحاجات دي وبتوكل بادي. اي ماشي. ومن دي الله يبارك لكم. مالكم حلو والله. اه والله حليب بس وحليب امه ما بناخدوش منها حاجه خالص، ولا بز ولا بزين ولا الكلام ده. يعني بتطلقوا يرضع براحته. يطلقوا ورا لما يرضع براحته. الله يبارك لكم والله. بسم الله ما شاء الله على المالك. الله اكبر. الله اكبر. العجينه من بيتنا والله ما تجرى ولا احنا ما منتجروش. الله يبارك لكم. الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. الله يبارك لكم. بسم الله ما شاء الله. والله وحياه خالي سعد ما كذبت عليه. اللهم صل عليك يا نبي. والله. الله اكبر. وانت عامل ايه يا باشمهندس؟ الله يبارك لك. يعني اخر ثمن معمول كام؟ والله واقف هو حاليا واقف على 15000. بالراي الحاج سعد انا شافه بقول 15000. على 15000 بس طبعا. انتوا سمعتوا الصبح 15:30 و16؟ 16200 والله عدوا منها 16200. بس ما هوش ودي على النصيب طبعا وانت عارف. بس انت الله يقويك. كان طالع هو نعم 110. 110؟ اه ضر كبير وجاموسه ملياني. بسم الله ما شاء الله. انباعت لوحدها بكام طيب؟ ما بحتوهاش خلتوه. الله يبارك لكم. ايه ماله مشي العمليه. مشي العمل. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حاج. وجع صباحك. انتوا من هنا من ابو المطامير؟ اه من هنا. الله يبارك لك. الصبي الله يبارك لك يا حاج. وجع صباحك ابيض كل سنه طيبين وربنا يجعل السوق احسن منه. الله يصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين يا رب الحج. بسم الله ما شاء الله على البتلو اللباني الجاموس في سوق ابو المطامير يا جماعه. الله اكبر. صباح الخير يا معلم. صباحك ابيض. الله يقويك ويعينك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. ذكر الاثنين ذكر وانتهى. ذكر وانتهى. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. عمر قد ايه كده كم يوم؟ عمر شهر. عمر شهر يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الاسعار عاملين النهارده؟ 8000. دي ب 8. بسم الله ما شاء الله. الذكر ب 8 والنتاية؟ والنتاية ب 8 برضه. الله اكبر. مع شك كبير. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. مال يا جماعه وحلاوه. ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي ياخذ المال. معك حاجه ثانيه يا معلمي؟ الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بكام النتاية من دول؟ بكام الواحدة؟ واحدة ب 8000 وواحدة ب 75. واحدة ب 8 وواحدة ب 7.5. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للمال واصحابه. يعني الجو مرتاح النهارده؟ اه مرتاح. الله يبارك لك. مرتاح على الاول. طب معاك رقم تليفون ناخده له حد عايز حيه موجوده يعني ان شاء الله؟ الله يصلح حالك. كام الرقم يا ابني؟ الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ابويا الحاج انا كنت الرقم. اللهم صل عليك يا نبي. اسعار البتلو اللباني الجاموس في سوق ابو المطامير. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. الله اكبر. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.